بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وسلم. أبنائي طلاب الصف الثاني المتوسط، سنتكلم اليوم عن التكاثر أو الجهاز التناسلي الذكري والأنثوي. لو نظرنا يا شباب إلى الصور الموجودة أمامنا، ونظرنا إلى التشابه الكبير بين أنثى الدب وأبنائها، انظروا إلى التشابه الكبير، أو بين القطط، بين أنثى القطة وصغارها، التشابه أيضا كبير. هنا أنثى الأسد، وأيضا في النباتات يوجد تشابه، ويوجد، وهذا دليل على التكاثر، بمعنى أن الأبناء، أبناء الدبة هذه أتوا من التكاثر، هؤلاء الأبناء الصغار جاءوا من التكاثر، هذه القطط الصغيرة جاءت من التكاثر، بمعنى أن التكاثر يا شباب، لولا التكاثر لأدى ذلك إلى انقراض النوع، فالتكاثر لابد لكي نحافظ على النوع من الانقراض. الهدف من التكاثر، الهدف من التزاوج، هو المحافظة على النوع من الانقراض. والتكاثر الله سبحانه وتعالى حث عليه في القرآن، ومدحه، ومدح التزاوج، ومدح النكاح. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الآية 21 في سورة الروم، نجد أن الله تعالى حث وشجع على التكاثر والتزاوج. أمامنا يا شباب، إيش أهمية التكاثر؟ هو كما قلنا تحافظ على بقاء الحياة وبقاء النوع، تحافظ على بقاء الحياة على الأرض واستمرارها. إيه الجهاز يا شباب اللي موجود في جسم الإنسان مسؤول عن عملية التكاثر؟ هو الجهاز التناسلي، الجهاز التناسلي الذكري في الذكر، والجهاز التناسلي الأنثوي في الأنثى. دور الهرمونات في تنظيم عمل الجهاز التناسلي. الغدة النخامية هي غدة تناسلية، تقوم بإفراز وإنتاج الهرمونات الجنسية الذكرية، هرمون التستوستيرون. فيا شباب، الغدة النخامية تقوم بإفراز، في الذكر تقوم بإفراز هرمون الذكورة، وهو هرمون التستوستيرون. هرمون التستوستيرون هينبه ويحفز الخصيتين لإنتاج الهرمونات الذكرية أو الحيوانات المنوية. هرمون التستوستيرون ينبه الخصيتين لإنتاج الحيوانات المنوية وإنتاج هرمونات الذكورة، والتي تقوم بظهور الصفات الذكرية على الذكر، مثل
خشونة الصوت ونمو العضلات ونمو الشعر على الوجه. في الأنثى الغدة النخامية تقوم بإفراز هرمونات الأنوثة، وهو هرموني الأستروجين والبروجستيرون. هرمونات الأنوثة تحث المبيض على إنتاج البويضات وإنتاج هرمونات الأنوثة التي تعمل على ظهور الصفات الأنثوية في الأنثى، مثل نعومة الصوت ونمو الثدي. عندنا يا شباب الجهاز التناسلي الذكري. الجهاز التناسلي الذكري يتركب من أعضاء خارجية وأعضاء داخلية. الأعضاء الخارجية هي فقط القضيب وكيس الصفن بما فيه الخصيتين والبربخ. وظيفة الخصيتين عند البلوغ، الخصيتين إنتاج الهرمون الذكري التستوستيرون وإنتاج الحيوانات المنوية. الهرمون الذكري التستوستيرون الخصية تقوم بإفرازه عند البلوغ. عندنا يا شباب في الجهة اليسرى الحيوان المنوي. الحيوان المنوي بيتكون من رأس وذيل. الرأس به نواة، والنواة يحتوي على المادة الوراثية، والذيل وظيفته يساعد الحيوان المنوي على الحركة. وشرط إنتاج الحيوانات المنوية بأعداد كبيرة هي أن يتم إنتاجها خارج الجسم. هنا يا شباب كما ترون حويصلة منوية، مثانة، غدة البروستاتا، القناة المنوية، القضيب، قناة البول، الخصية، كيس الصفن، البربخ. وهذا هو تركيب الجهاز التناسلي الذكري. الجهاز التناسلي الأنثوي يتكون من المبيض، قناة البيض، والرحم، وعنق الرحم، وبداية المهبل. الجهاز التناسلي الأنثوي مكانه معظم أعضاء الجهاز التناسلي الأنثوي توجد داخل جسم الأنثى، وبكامله يوجد داخل جسم الأنثى. يتكون من مبيضين وقناة بيض، قناة بيض، ورحم، ومهبل. المبيضان يمثلان الأعضاء الجنسية الأنثوية، وهما يقعان في الجزء السفلي من التجويف البطني، وحجمهما صغير يساوي حجم حبة اللوز. أما الرحم يا شباب، الرحم وهو كمثري الشكل، وهو عبارة عن كيس عضلي يشبه الكمثرى أو كمثري الشكل، وجدرانه سميكة كما ترون يا شباب، جدران الرحم سميكة، وتتطور فيه البويضة المخصبة، فهو مكان لإنبات الجنين وبداية انقسام البويضة المخصبة الزيجوت. مراجعة كده خفيفة يا شباب، أهمية التكاثر تحافظ على بقاء الحياة على الأرض واستمرارها. لو الناس كلها أعرضت عن التكاثر
ايه اللي هيحصل على المدى البعيد؟ هيحدث انقراض للنوع، لنوع الايه؟ البشر. فالتكاثر يحافظ على بقاء النوع. والجهاز المسؤول عن عملية التكاثر في الجسم هو الجهاز التناسلي الذكري في الذكر والأنثوي في الأنثى. الجهاز التناسلي الذكري كالصفن يحتوي على الخصية، والخصية تنتج هرمون التستوستيرون وتنتج الحيوانات المنوية. والحيوان المنوي بيتكون من رأس وذيل. الجهاز التناسلي الأنثوي من مبيضان، والمبيضان وظيفتهم إنتاج البويضات، ويتفرع من المبيضان قناة البيض، والتي تنتهي فيه الرحم، والرحم هو عضو كمثري الشكل جداره سميك. ويربط بين الرحم وبين الفتحة الخارجية عنق الرحم. ثم المهبل.